عندنا الخلاط الحلو بتاعنا، وهبدا اروح حاطه فيه التين البرسومي بالشكل ده. طبعا زي ما انتم شايفين كده لونه فاتح وبيقول ان انا اصلا ماسخ ومليش تطعيمه، هرميه والله ما هرميه وهضيع فلوسنا في الارض بالشكل ده كده. ادي التين اهو مغسول وتمام وزي الفل، متقطع ربايه متقطع انصاص، ان شاء الله حتى تكوني مقطعاه مكعبات، ما عنديش اي مشكله. وهروح عامله كده حبه من السكر حلوين، وهروح عامله كده واحط معاه حبه من التلج دي كده في الخلاط بتاعنا، دي تكسر لنا التلج حتى لو هو ايه، ما ينفعش ان انا احط حاجه زي دي اهو بالشكل ده كده. لكن دي كده هتفضل تلف 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 لحد ما ايه، لحد ما تدوخ. بصوا كده، بص انا هحط ايه بقى دلوقتي يا حمدي، انا عندي ده مكون هينقل لنا العصير بتاعنا بصاروخ ريحتها اصلا تجنن. طيب ده الاول، ده لبن، لبن مع تين. جربوا بس، جربوا جربوا بالشكل ده كده. والمكون دوت لازم يتحط ويفضل ان هو يكون سايل، يفضل يفضل ان هو يكون سايل. بصوا كده، هو ايه ده يا نونا؟ ايه البني ده؟ دي فانيليا يا ست الكل، دي فانيليا، فانيليا مع التين مع السكر مع الحليب. يا اختي مش قادره اقول لك اصلا الخلاط دوت اللي موجود فيه دلوقتي تطعيمته عامله ازاي، حاجه كده خيال. شفت محمد ده صبحي لما بيقول اشي خيال يا ناس، او ده اشي خيال يا ناس. يلا بينا، بسم الله نشغل كده. مع كل فتحة للخلاط عايزة اقول لكم ريحة الفانيليا السايلة تجنن تجنن والله العظيم تجنن. بصوا لون العصير اصلا عامل ازاي، شايفين الشكل بتاعه عامل ازاي، ما اضربهوش بمية. بسم الله، اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله، تطعيمة روعة، تطعيمة روعة، الله هو اكبر. جربي عصير التين، بسم الله اقسم بديني لما لا يعني مش هتدوقيه في اي حته عند حد الا اذا كان شاف الحلقه بتاعتنا دي النهارده بالمنظر ده كده. ده كله انا هشربه بعدين، انا ومحمود كلنا هنشربه الهوا. شايفين تطعيمته الله اكبر.